دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم مع نهاية أول أسبوع من جوان. هي نصيحة نهاية الأسبوع، حافظوا على التوازن اللي فيكم من غير قلق وخنقة، خلي طاقتكم ديما الفوق. هي أول أخبارنا اليومية، نبدأوها مع برج الحمل. حتى لو كان حسيتوا بشوية ضغط، حاولوا تتجاوزوا هالمشاكل وتخموا بطريقة عقلانية. الثور، ابعدوا شوية على التخميم السلبي، ما فهم عليش، على خاطر كل شيء لباس. وشوفوا هالطاقات الحلوة اللي تتمتع بيها برج الجوزاء، عرف كيفاش يتجاوز على سكة. الحمد لله على هالأحوال، إن شاء الله كل الأبراج تتمتع بالحظوظ الزينة كيف ما يتمتع بها الجوزاء مع بداية ثاني أسبوع من جوان. السرطان، انطلاقة الخير مع أحداث أكثر من إيجابية، راهو نهير استثنائي بكل المقاييس. الأسد، مهما كانت الوضعية تأكد اللي جاي أحلى، نجاح حليفكم راك تتقدم، هوني نحكي وتقدم خطوة نحو تحقيق هدف من أهدافك. العذراء، تتبدل المعطيات، نهير الحظوظ والفرص الكبيرة، وإذا كان عندك حاجة ناوي عليها انطلق فش تستنى. الميزان، انطلاقة الخير، مهنيا انت الافضل، ماديا راهو ما فماش كيفك الفتره هذه، وكان على العقرب واخيرا بديتوا في تحقيق اهدافكم احلامكم. ريت كيف قلنا لكم راهو الصبر به، الحمد لله نهاير ممتاز ليكم انتوما. القوس، ماذا بيكم تختاروا الوقت المناسب باش تحكي والا تعبروا. الاندفاع راهو مرفوض، وطريقتك في معامله الحبيب ماهيش عاجبته، هو انا نصحته انت دليلك ملك. الجدي، ما نحبكش تضيع الخطوات اللي وصلتوا لها، شويه تفاؤل والاكيد ربي راهو اللي يخليها بيكم. الدلو، راكم تتحداوا المصاعب، فما قرارات تحطوا نقاط على الحروف، فما مشروع جديد يستنى فيكم. ونختموا مع حوتنا، تتحقق الامنيات، تتخلص زاده من احداث قلقتكم داخليا. نحبكم تحضروا رواحكم لتحقيق احلامكم. دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.